ننتقل إلى أخبار أيضا الدوريات العربية. الدوري السعودي تحديدا، الهلال يكسر عقدة الاتحاد ويستعيد صدارة الدوري السعودي، بالرغم من أنه تقريبا ثلاث مباريات جرت خلال 3 أسابيع، منها مباراتين كانت على مستوى دوري أبطال آسيا. في المباراة الأولى التي قيمت في الجوهرة استطاع أنه الهلال يفرض التعادل السلبي، لكن في المباراة الماضية استطاع أنه الهلال يفوز ب3 أهداف مقابل هدف في الهدف القبل شيء ده صاروخ بس يعني. نعم صراحة أعتقد أنه هدف من الأهداف الجميلة جدا اللي سجله نادي الهلال، ويمكن صراحة أعتقد أنه الهلال في مباراة الأمس قدم واحدة من أجمل المباريات على مستوى الدوري، رغم أنه الهلال في المباراة الماضية على مستوى الدوري خرج بتعادل كان سيء بالنسبة للهلال، يعني بعد ما كان متقدم على الفيحاء استطاع أنه الفيحاء يدرك التعادل في وقت بدل الضايع، لذلك حاول أنه المدرب يسعى في هذه المباراة أنه إلى تحقيق الانتصار، خصوصا في ظل المنافس الأول للدوري في هذا الموسم نادي النصر بعد الخسارة أمام الحزم. أعتقد أنه كانت فرصة مهمة بالنسبة للهلال ليستعيد صدارة الدوري في هذه المباراة، وأكيد يعني دائما كلاسيكو الكرة السعودية ما بين الهلال وما بين الاتحاد دائما مبارياته ما تكون مثيرة، حتى وإن أقيمت في الرياض ولا في الجوهرة لا يهم، وإنما دائما المباريات والشكل الفني. أعتقد أنه الهلال من خلال الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق خصوصا على الجانب الهجومي وخط الوسط، أعتقد أنه الهلال حاليا مرشح بشكل قوي جدا لأنه يكون بطلا للدوري السعودي في هذا الموسم، ما لم يستطيع أنه نادي الاتحاد يستعيد توازنه. أيضا لا ننسى أنه أيضا نادي النصر والأهلي والشباب في هذا الرباعي يمكن أن يكون معضلة أو حجر صار. نعم صراحة تنافس كبير جدا، لكن الهلال بهذه التشكيلة بهذه الإمكانيات أعتقد أنه لديه فرصة كبيرة جدا للظفر بلقب الدوري في هذا الموسم.